مساء الخير سعادة النائب فواز الزعبي. مساء النور، يا هلا فيك، كيف عمون؟ لك وللمشاهد ولموقع عمون الإخباري اللي كل الناس تنتظر ماذا ينشر حول العالم، لأنه هو الموقع الذي يعطي الصورة الحقيقية والمعلومة الدقيقة بدون أي مجاملة. أهلا وسهلا. سعادة أبو فراس، اليوم طمنا عن أهلنا في الشمال وفي الدائرة الرابعة في الرمثة. والله في الشمال الحمد والشكر لله، الناس أولا ملتزمة بتعليمات التي تصدر من سيد البلاد للحكومة، والحكومة تصدرها للمواطن، والمواطن ملتزم حسب الأصول. ولكن لابد هناك إلا في ناس يعني يسعوا للتموين بعض المواد التموينية مثل الخبز، مثل السكر، مثل الرز، مثل الخضار، الفواكه، اللي الحاجات اللي من يعني لازم تكون عنده في المنزل أساسية. ولكن احنا ما عندنا تنظيم للحياة الشرائية. احنا لما يقولوا بكرة في ثلج كلنا بندب على الخبز وعلى المطاعم وعلى السوبر ماركت وبنخزن، بعدين بنتهي مدته هو بالخزانة عندنا، وبعدين بنكب والخبز بنكب. أنا مبارح شاهدت مشاهدة هون بعمان، فت زرت عائلة وأنا طالع في كيس على باب الدار، بقول شو هذا الكيس، وبقول هذا خبز، قلت طيب ليش، قال لي زاد عندنا وبدنا نعطيه الحارس، بده يروح يشيله ويحطه بالحاوية. طيب هذه نعمة، إذا ما حفظنا النعمة الله ما بيحفظنا. ما تغيرت سلوكيات الأردنيين بهالأزمة؟ لن حتى محطات البنزين الآن الأزمة اللي عليها شيء مش معقول. طيب ما هي السيارات أصلاً ما بتمشيش، ليش؟ لأنه الحكومة نزلت سعر البنزين. طيب مو هاي التنزيل لمدة شهر، لمدة شهر بأي لحظة بتقدر تعبي أنت يا مواطن محروقات وتحط بسيارتك. لذلك إحنا بدنا يعني تنظيم حياتية. البعض مننا ولا إحنا الحمد لله شعب منظم، شعب كويس، شعب مضياف، شعب بكل المواصفات والمقاييس، والله أنعم علينا بقيادة حكيمة. لو العالم يرد على التعليمات اللي صدرت من جلالة الملك إلى الحكومة وإلى الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة، العالم كلها لما حدث فيها الكوارث الذي نسمع كل 24 ساعة بيموت 1000 أو 2000 أو 3000. طيب كيف الوضع الصحي بالشمال إجمالا وفي الرمثة؟ وضع الصحي خاص. وضع الصحي ممتاز جدا في الرمثة وفي الشمال. ما في حالات كورونا بالرمثة؟ لا لحد الآن الحمد والشكر لله، إن شاء الله الله يبعد الشر عن هذا الوطن وعن الرمثة وعن كل مواطن. لحد هاي اللحظة ما فيه. هناك معلومة من دكتور كان عليه حجر، ولحد الآن لم تؤكد أنه يحمل هذا المرض الذي إن شاء الله الله بيبعده عنه وعن كل مواطن. طب أردني أبو فراس، كيف جيت عمان مبارح أو اليوم؟ والله مبارح جيت أنا على عمان، في صديق إلي جار إلي، كنا إحنا بالمدرسة، اتصل فيه بقول لي بدي تصريح أقدر أروح على الزرقة أزور خالته وإله بنات مجوزات وأخواله بالزرقة. قلت والله ما أقدرش أجيب لك تصريح أنا، لأنه ما عنديش منشأة حتى أقدر أجيب لك تصريح، أما إذا بدك تروح أنا على استعداد أوصلك. قال لي بغلبك. قلت طيب لاقين أنت بس عند باب دار أخوي على مثلث الرمثة. فايز عبيد الله أبو فارس من الناس الطيبين، ركبته معي وجينا سلينا بهالطريق على الزرقة، ووصلته عند الحاوز وجايب معي شوية هيك أكل غريبة من الرمثة، شوية كباب قسمتهم بالنص. قلت له هذول خذوا الأكل الغريبة، ما قلت أنت شو؟ كبة رمثاوية، كباب، قلنا له كباب مهبلة. قلت له هذول خذ لخالتك كونك تفوت بأديك فاضي، الله ما حب الإيد الفاضية، هذول مني هدية لخالتك. وكانت أمه تحب أمي، وكانوا بأيام السن الكبار كانوا يلتقوا مع بعض. وصلته لمنزل خالته وأنا جيت كملت لعمان ونمت بعمان. وقبل كمان كم يوم في بنت من الرمثة مجوزة بلد اسمها عنبة، زوجها بده إياها مشان الأولاد انقسموا نص بالرمثة ونص عنده. اتصل في والد البنت، قلت له على طول هسه بروح أنا وياك مع الدفاع المدني. ركبته بجنبي وصلته لعنبة هو وبنته وأولاده، ورجعت أنا وياه. يعني المواطن
احنا كنواب، احنا نواب طوارئ، نواب خدمات غالبيتنا، مش نواب سياسة. اللي بقول لك احنا نواب سياسة يعني مش صحيح. طيب الكلام راح نجيها للنواب. ابو فراس ما توسطت لحدا بتصاريح في الأزمة؟ ما بقدر، لانه بيقولوا انه التصاريح بالمنشآت محددة، ولكن انا شفت تجاوزات بالتصاريح حدث ولا حرج على مستوى يعني المملكة. يعني أنا بلاقي ناس بقول له وين بدك تروح؟ قال لي بدي اروح على منطقة. قلت له طيب ما بدك تصريح؟ قال لي معي تصريح. ولا تفاجأ ولا وقرأ ولا هو معه تصريح. يعني في تجاوزات، يعني الله ما قطع الواسطة ولا قطع العلاقات ولا قطع التوسط لبعضنا البعض. يعني أنا هسه بشوف التصاريح هاي اللي الآن تصدر، صدرت ورقية لغوة الحكومة اليوم، بكرة شو بدهم يعملوها؟ إلكترونية. كمان هاي خطأ. أنا لما أجي على نقطة أمنية بتفتش، والنقطة وصلت 100 سيارة مثلا، هلا دوار المدينة الرياضية سيارات 4 صفوف واللي بفتش شخص واحد، بيجي المواطن بفرجيه، بفتح له التليفون بفرجيه هيك، يعني ما مدايل يقرأ الاسم، ما مدايل يقرأ من الرقم الوطني، ما مدايل يقول له أعطيني هويتك، بده يمشي بسرعة. ممكن أنا أحط على تليفوني هذا التصريح وهو مش إلي وبمشي. وفي ناس مشت بهاي الطريقة. المفروض هناك الدولة عملت الاستيكرز، كل مهنة في مهنته، قطاع الغذائي له لون، قطاع الأمني عفوا القطاع التجاري له لون، القطاع الصحي له لون، استيكرز بتلزقها على القزاز بتريح الشرطي. ما تخاف يتاجروا فيهن بعدين الناس؟ لا سيدي، هذول بكون مميزات ومداهم، والمطابع مسكرة مية أصلا، ما بتقدر تطبع تزور، ما بتقدر، بكون خلص الكورونا ما مداك. بيكون هون انت ضبط العملية 100%. طيب. اما احط مثلا على الفيسبوك يجيني رقم وتصريح وهوية، بقدر اي واحد بقدر يحط رقم ثاني ويجي رسالة وحطه ويقول تفضل سيدي، بضل ماشي. طيب. لذلك بدك اعادة تنظيم. بس احنا ان شاء الله يعني ايام قليلة ان شاء الله سننتهي من هاي الازمة. طيب ابو فراس، اليوم ظهر بعض الملاحظات والقصص انه في تجار يستغلوا الازمات، شو رأيك بهذول الناس؟ وهل شو أشكال الناس اللي طلعوا بالأزمات استفادوا من الأزمات، سواء كانت حروب أو أزمات صحية زي اليوم؟ يا سيدي، اللي بيستغل المسلم لا يجوز له 40 صلاة في الدين. محمد عليه السلام قال من يستغل أخوه المسلم في ارتفاع الأسعار أو الاحتكار للمواد لا يجوز له 40 صلاة. 40 صلاة لا تجوز له في المسجد، وسيؤثم وسيدفع الضريبة اللي الله سبحانه وتعالى مرجعيتنا إله. لا يجوز. هذا أخوك، أفرض أنت مكانه، مثل المحلات التجارية البقالات، هذول اللي قاعدين بآلة حاسبة واللي قاعد بحسب لك عامل وافد مش صاحب المنشأة، عامل وافد هو بطقطق على الماكينة ما بتعرف شو بطقطق لك عليها. يعني هسه أنا اشتريت مواد من إحدى المخابز، ما فيش ماكينة ولا في قدامه إشي، الكيس صار يجمع بعقليته، ما بقدر أناقشه أنا، لأنه إذا ناقشته بدي عليك فيه. قال لي 15 دينار، قلت تفضل لي 15 دينار. لذلك إحنا يعني في جشع عند التجار، في جشع عند المواد الغذائية، في جشع بكل حياتنا اليومية. علينا أن نتقي الله في هذا الوطن بالمواطن، لأنه شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بعث لنا هذا المرض اللي هو غير مرئي. احنا الان في حرب عالمية ثالثة، احنا الان في حرب عالمية ثالثة غير مرئية. لو نعرف عدونا وينه بنقتله، مش عارفين العدو وينه، احنا بنقتله بتعليمات اللي بتصدر من الدولة. متى تتوقع تخلص الازمة يا فراس؟ والله نتأمل ان شاء الله بداية شهر رمضان ستكون باذن الله زائلة من سماء الاردن، وستعود الحياة اليومية ان شاء الله باذن الله. طبعا. ولكن علينا ان نعود الى الله. الآن اللي ما كانش يقرأ القرآن بحياته صار يقرأ القرآن على القنوات الفضائية، على الفيسبوك، على التواصل الاجتماعي، الأجانب، كل الديانات صارت ترجع تدرس وتقرأ القرآن، رجعت لربها. إذا ما بنعود لرب العالمين وبنخاف من خالقنا سيبقى المرض في نفوسنا إلى يوم الدين. طيب شو رأيك بالتبرعات اللي بيقدموها للمقتدرين اليوم؟ بتكفي؟ راح تكفينا هاي التبرعات عادية، يعني ممكن واحد يموت أبوه يسوي عزة
بعشر أضعاف التبرعات، بعشرين ضعف التبرعات، أو موت أخت له أو شقيق له أو كذا، أصحاب رؤوس الأموال. أنا لما أجي على بنك وإلا ربحان 250 مليون بالسنة، 250 مليون بالسنة، والبنك مستثمر أجنبي، هذا عليه الآن مشان يظل يعني استثماره ماشي أن يفزع للدولة، يفزع للدولة الأردنية يساعدها. يعني الناس المليونيرية اللي في الأردن، قديش في مليونير في الأردن؟ هذول سيدي هذا المال عندهم أمانة لا يحق لهم التصرف به، سيأتي يوم يذهب منهم ويأتي إلى الورثة وسيذهب هباء منثورة. الآن أنت لو جمعت بس 22 بنك اللي عندنا، 22 بنك هذول قادرين خلال 24 ساعة يعطوا الدولة الأردنية ربع مليار، 250 مليون. عندك الشركات الاستثمارية، عندك شركة الكهرباء، عندك شركة فيليب موريس، قديش ربحت بهالأزمة، بالأزمة هذا الدخان اللي كان دينارين وثلاثة وأربعة وصار المواطن إجا يوم الأيام أخذوا بأربعين دينار. المواد اللي يعني كثير عندنا تجار معها 800 و400 و300 و600 100 مليون، شو جاي تفرع ل 100 ألف و200 ألف؟ أنا لو محل الدولة ما بدي أنا، بعدين هذولا مش معطيني أنا من جيبة أبوه، هذولا بدهم ينزل من ضريبة الدخل، بدهم ينزل من ضريبة الدخل، بس هو ما بتبرع مشان ما يكشف أرباحه اللي هي عندهم مدققين حسابات هم اللي بنظمونهم، كانوا أصلاً هم يعملوا، هذول هم يعملوا وين؟ بضريبة الدخل والمبيعات، هم اللي بيعملوا لهم تنظيم كيف التهرب الضريبي. انت تبرعت ابو فراس للدوله؟ مين تبرعت؟ انا متبرع طول عمري، متبرع للوطن طول عمري، من ما جيت من الكويت لليوم وانا متبرع، بكل ما يجيني من دخل بكله بتبرع فيه. تتبرع للدوله؟ مش شرط، لا للناس. انا بتبرع الدوله ليش تبرع؟ انا بتبرع للناس، بتبرع للمحتاجين، بتبرع لطالب فقير، بتبرع لكثير ناس. كل ما جنيته في حياتي من الكويت لغاية هاي اللحظة. شو جابكم من الكويت أبو فراس؟ أنا كنت مقيم بالكويت وعملي بالكويت، أنا من قديم من وأنا بالطفولة أنا وأخوتي كنا بالكويت، عملنا شركة نقل، أسسنا شركة نقل هناك مثل شركة يلي وعليان، شركة نتشو العيس، لأن لا يجوز للمواطن هناك أنه يملك إلا سيارة واحدة باسمه، سوينا شركة وجدت الناس لعندنا الأردنيين والسوريين والعراقيين وكل الدول، سجلت باسم شركتي واستمرت الحياة. لما جاء حرب التسعين جئنا للأردن، رجعنا على الأردن، ترشحت للبلدية، صرت رئيس بلدية، اجت أزمة التسعين والواحد تسعين، دولة مضر بدران الله يشافيه وعافيه عمل نظام يوم السيارات تمشي مجوز ومفرد. صحيح. مثل إحنا الحرب اللي إحنا الآن فيه. صحيح. إحنا الآن نفس لا تختلف عن الحرب اللي سنة التسعين لغى. ليش؟ لأنه ما عندنا محروقات ولا مشتقات نفطية. قلت له دولة الرئيس إلغي المجوز المفرد وإحنا بدنا نجيب لك النفط من العراق. هبت أبناء هذا الوطن من مادبة، من سحاب، من إربد، من الرمثة، من معان، لمعانية، هبينا على العراق على الموت. الوطن بده رجاله، وصرنا نجيب نفط واكتفاء ذاتي والحمد لله رب العالمين. وأنا ذاك الأزمة هذيك علمتنا، علمت الحكومات شو نعمل بالمستقبل. صدر قرار من معالي ثابت الطاهر عندما كان وزيرا للطاقة، كتاب لدولة رئيس الوزراء، علينا أن نقوم ببناء خزانات نفط في منطقة الأزرق احتياط. كان يومية البرميل اللي نجيبه ب 12 دولار الدولة تستورده، كان جزء منه مجانا وجزء منه ندفع ثمنه. على أساس صدر القرار من رئيس الوزراء على أساس نبني خزانات تخزين مشتقات نفطية، مخزون استراتيجي للدولة الأردنية. تغيرت الحكومة، تغير كل شيء، تغير راح القرار مع الحكومة اللي راحت. هكذا حكوماتنا تتعامل مع القرارات الاستراتيجية. الآن لو عندنا هذه الخزانات، هذه الخزانات بنزول النفط الآن لم تلأناها بعشرين واثنين وعشرين دولار. طيب. لعوضنا كل موازنتنا وكل النفقات إحنا. عشان نخلص من قصة كورونا، شو رأيك بأداء حكومة الرزاز والوزراء في هاي؟ والله في وزراء يعني كل التقدير والاحترام لهم، وسيبقى التاريخ يسجل هؤلاء بإثبات موجوديتهم على أرض الواقع وبكلامهم الطيب والمقنع. عندما ترى المسؤول يتكلم على شاشة التلفزيون من كلامه بقنعك،
وفي ناس والله ما بتقتنع فيه لا بشكله ولا بكلامه. من الوزراء الحاليين. مو حاليين وسابقين. طيب طلع وزير بالأزمة ما قالش على الشاشة لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم. هذا لا يعني لأنه ما عنده يعني غير مؤهل إنه يصير وزير أصلاً. أداء ولكن القدر جاءه. أداء الرزاز نفسه كيف؟ دولة رئيس وزراء رجل أعرفه من 2006 عندما تم تعيينه في الضمان الاجتماعي وأنا رحت باركت له. رجل فاضل، رجل أمين، مؤتمن، في بقلبه رحمة. أنا أحكي لك بصدق، في كان لما يزور مواقع الضمان الاجتماعي كانوا يتبرعوا الموظفين الضمان لمشان يعملوا الغداء عن ما بده يجي. سأل قال مين اللي عامل الغداء؟ قال تبرع. قال لي ممنوع تعملوا أي غداء عند أي زيارة لأنه هذا تكلفة من جيابكم ما بنقبل إحنا. يعني أداؤه جيد. أداؤه جيد 100% طيب. ورجل يعني كويس الرجل. طيب. أحد كويس. المعلقين أبو فراس بيقول إنه متى راح نكسر جرة وراكو أنتوا يا النواب؟ النواب هو النواب أصلاً هم سبب الكورونا. النواب جزء من سبب الكورونا. كيف؟ جزء من إحنا النواب لا يمكن لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ولو اتبعت ملتهم. لا يمكن نائب يقتنع فيه مواطن. لا يمكن. هذا ليش؟ من سنة التسعينات مش من اليوم. ليش يا أبو فراس؟ لأنه مجلس النواب هو الذي يعني يتحمل المسؤولية أولا وأخيرا. مجلس النواب هو الذي يتحمل المسؤولية. هلا مجلس النواب ما له دور ولا كأنه موجود أصلا. مش موجود مجلس النواب، مغيب. يعني الناس بتقول النواب وين؟ النواب أنتوا وين؟ الآن عليكم حجر؟ علينا حجر. نعم صحيح. مين حجر؟ الحكومة. أنا بعمل اتصالات. أنا صار لي تقريبا 100 يوم أو مشان أكون صادق يعني شهرين بطلب دولة الرئيس لمواضيع مهمة. ما لي عنده شغل، أنا ما لي عنده مصلحة، أنا ما لي مصلحة مع مسؤول، ولا بنزل نفسي أروح على مسؤول أقول له بدي منك شيء خاص. لا، أنا بفزع لناس ولوطن. أنا كنت بدي منه يقابل مستثمر مثلا. هذا المستثمر بيوظف عندنا في الشمال في دائرة الانتخابية 32 ألف أيدي عاملة، 22 ألف أيدي أجنبية، و10 آلاف من أبناء محافظة إربد. ما قابلت؟ ما فيش وقت. من شهرين من بداية الدورة لليوم ما في وقت. هذا بيقولوا سعادة فواز الزعبي أكثر المراجع لرئاسة الوزراء دائما موجود. أنا بروح براجع صحيح للمعالجات الطبية المحتاجين، بسوي لهم على مستوى المملكة مش على مستوى دائرة الانتخابية. أنا أكثر واحد عالجت في الأردن، حصلت على إعفاءات طبية. أنا لو بدك تحسب المال اللي الحكومة دفعته قيمة العلاجات اللي أنا حصلت عليها لكافة الشعب في الأردن من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه بتجاوز 250 مليون دينار أردني لحالي. قيمة الإعفاءات. الإعفاءات، الإعفاءات من الدولة، وهذا مثبت برئاسة الوزراء ومثبت بالمستشفيات، مستشفى الملك المؤسس. يا ريت تعيد الموضوع. مستشفى الجامعة. قيمة الإعفاءات اللي قدمتها لمين؟ خلال فترة الانتخابية النيابية. من صرت نائبي. تتجاوز الربع مليار. ربع مليار. نعم، هذا شيء مثبت. عند وهي معي كشف بالسيارة، أعطوني إياه، قال تفضل أنت قديش معالج السنة هاي يعني 2000 و... طيب كم لك نائب أبو فراس؟ نعم. كم لك نائب وأنت نائب؟ أنا 15/12/88 رئيس بلدية، وبدأت بالنيابة من الثاني عشر، من مجلس الثاني عشر. الثاني عشر. طيب فراس، بما أنك تقول الناس مش مقتنع مجلس النواب، ليش أفضلك تنزل نائب؟ أنا ما أنا بنزل، الشعب اللي بقرر أنت نائب أو مش نائب، مش أنا. هم يقولوا لك تعال ترشح؟ هم اللي بطلبوا مني بدنا إياك، لأنه أنا قادر على التحمل، لأنه أنا تخصصي ما حدا بقدر يتحمله، لا طبيب ولا رئيس جامعة ولا وزير ولا محافظ ولا إنسان بتحمل تخصص إلا أنا متحمله. شو تخصص؟ أن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس. أنت هسروا على رئيس جامعة أقول له عدد لي 4 عشائر مثلا أو وزير من الحاليين ما بعرفهمش. إحنا عارفين كل البلد الحمد لله رب العالمين، تواصلنا من خلال علاقاتنا بالصلح العشائرية، بالأفراح، بالأتراح، كل شيء. النائب هو شو النائب؟ النائب عبارة عن إنسان بيختاره الشعب، هو يعني مثل الملك حسين رحمة الله عليه لما زرته أنا في ماي كلينيك. آخر شيء قال لي إذا حاب تظل نائب مدى الحياة أرجو أن لا تجعل مهنتك تجارة. قلت له كيف سيدي تجارة؟ قال لي شلت لك واحد صير تقول بجيابك هيك، يعني أنه ما معكيش حق بنزين، أو وظفت واحد
تأخذ أول 3 شهور من راتب وتقول أنا دبرت حالي ووظفتك وكذا كذا. خلي عملك لله، بزعل عليك الدورة هاي 1000، الله بيعوضك ب2000 مواطن الدورة اللي وراها. ولا بد يعني، الرسول عليه السلام ما رضاش الأمة ولا حدا. في نواب يمارسوا هذا العمل، يأخذ قروش عشان يروح يقضي خدمات ولا يأخذ؟ طبعا 100%. في نواب كثيرين على مدار 30 سنة. شو بيسووا؟ بصفتهم يعني بيساعدوا الناس، بيشاركوا الناس. كثير في من بعض النفوس المريضة موجودة، مش بس بالنواب، بالحكومة، بالعيان، بالمسؤولين، بالقطاع طبعا موجودة. طيب. أبو فراس موجودة بالعالم كله، مش عندنا، بأمريكا موجودة. بما أننا نحكي عن النواب وجو النواب، في كثير قصص ومعلومات وردت على مجموعة من النواب وأنت منهم، بقصة لعب القمار، وأنه النواب كل ما بيطلعوا برا بيلعب قمار، وأنت لم تتحدث عن هذا الموضوع نهائيا حتى اللحظة. يا سيدي صل على النبي، أنا بكون معك صريح المشاهدين على هذا. إحنا بنطلع وفود برلمانية، وفود برلمانية بنروح على الدول الأوروبية، بالليل لما هناك يلاقونا بعض الموظفين الأردنيين اللي هناك بيقيموا مثلا في بعض سفاراتنا، بيجوا بالليل بدهم يروحوا يتعشوا النواب، بيجوا بيطرحوا عليهم شو رايكم تروحوا على هالكازينو تتعشوا ببلاش؟ والله بركب كل واحد وبفوت على هالكازينو بتفرج، اشي بتفرج، اشي بيلعب، يعني مثلا مثل سوق عمال المالي، مثل يعني كلها مثل سوق الاسهم، هاي نفس قمار مثلا، يعني مثلا نفس قمار. هذا الكورونا اللي جاء خسر العالم الان يتجاوز ال 200 تريليون لحد هذه اللحظه، بفوتوا على هالكازينوهات، إشي بتفرج، إشي برجع، إشي بضل. وفي ناس بتعرف تختال الشخصيات، تختال الشخصيات. هسا أنا شو إلي، أنا شو إلي بحريتك الشخصية؟ ما بيطلع لي عندك، أنا حر، أنا شو ما بدي أعمل بعمل، بس شرط أن لا الإساءة لشخص آخر أو تسلب مال الآخر. يعني سعادتك هل عادي إنه النائب يروح يطلع ويلعب قمار؟ سيدي هو مش رايح للعب القمار، هو راح وفد برلماني بالوفود بالليل، ما فيش دوام عندهم ولا في شغل اصلا. هاي الوفود اللي بتروح هاي كلها شو عروض، يعني ما بنصرف على الفاضي، ما بنستفيد منها اصلا، كلها شو، ما في يعني. لازم هاي الوفود السفارات هي اللي تمثل مجلس مجالس النواب. يعني وفودكم النيابيه هاي البرلمانيه كلها حكي فاضي يعني؟ مين؟ لا لا ما في، احنا ما بيدنا قرار، عمي ما بيدنا قرار، احنا سلطه رقابيه تشريعيه. طب شو تسوي برا بالوفود هاي؟ وين النواب يصرفوا ملايين الدنيا؟ يعني علاقات دوليه، مثل ما بيجوا عندنا بنروح عندهم، علاقات دبلوماسية فقط لا غير، تشريعية، علاقات. يعني أبو فراس آخر شغلة في هاي النقطة، إنه أنت ما مارست لعبة القمار أنت كشخص، أنا متفرج. أنا رحت مع النواب وفتنا، وفي ناس من الوفود من الموظفين مجلس النواب بيصوروك وبيبيعوا الصورة. أوه. بيبيعوها طبعاً. موظفين. موظفين مجلس النواب، لما صوروا عاطف ولما صور الدغمة وصوروني، ما كل موظفين هذول بيصوروك وبيبيعوها. تشتري هالصورة ببيعك إياها ب1000 ب2000 ليرة وبتنتشر على الفيسبوك. حرية شخصية، ما حدا له فيها هاي، ما حدا له عندك ولا عندي. أنت هسه لما فتحت قناة عمون الإخبارية بصير بحق لانتقدك؟ لا، لأنك سميت عمون حر أنت، وأنا ما بحق لك تنتقدني يا مواطن على تصرفاتي الشخصية. هاي حرية شخصية مصانة، مصانة بالدستور، مصانة بحياتك. طب شو رأيك إنه بمشروع إقامة كازينو في الأردن مثل ما كان مخطط له في السنوات الماضية؟ والله شوف، هاي الدولة دولة إسلامية ودولة يعني فيها قيادة، والحمد لله رب العالمين علمتنا على الدين وعلى الأمان وعلى الإخلاص. يعني لا نسمح بإقامة مثل هذه المشاريع في الأردن إلا إذا إجاك شرط مثل يعني هاي بالمصر، مصر كما نعلم مقابل الأزهر كل الفنادق في صالة قمار. هاي شركات استثمارية عالمية دخل للدولة، دخل للدولة. يعني إذا الدولة الأردنية هي صاحبة القرار كحكومة، احنا كمجلس نواب إذا هذا إجا المشروع على مجلس النواب 100% سيرفض، وجلالة الملك لا يرضى في هذا المشروع ولا في هذا الاستثمار. ولا لو بدك أنت الآن 10 مليار، الآن أنت إذا بدك العشرة مليار يجينا كل سنة أعطي لك 10 رخص، هاي جاك 10 مليار مثلا، يعني مثلا. بس إحنا ما بنتاجر بالقمار لأنه ما تعودت هذه القيادة
أن تتاجر في الشعوب في شعبها، تاجر في بقائها، في أريحيتها، في الحفاظ عليها، على أمنها الغذائي الأمني الاستقرار، الناس تود بعضها وتحب بعضها. هكذا علمونا، تعلمت أنا من القيادة الهاشمية. طيب سعادتك، على سيرة التجارة والإمارة، يعني مثل ما وصلت الملك حسين إليك أنه ما تكون تاجر، اليوم كثير من النواب يستغل المنصب، صحيح؟ يعني في ناس قصص له دخل بقصة الدخان، قضايا الدخان، وناس له قصص بالتهريب، وناس يعني شو؟ صحيح صحيح. في مش أنا اللي بقول، القضاء والتحقيقات موجودين، موجود أسمائهم على ظهر الحيط، موجود، ما حدا مخفي نفسه. يعني نواب معروفين، يعني لما أجي أنا أدافع مثلا عن واحد الآن قضيته منظورة أمام القضاء، شو هي؟ ومطلوب دخان، ومطلوب أنه مثلا 200 أو 200 مليون أو 150 مليون أو كذا. بدافع كمحامي، بس أنا كنائب لازم ما أدافع، بخلي إذا عندي مكتب محاماة بخلي المحامي اللي عندي هو اللي يطالب ودافع. أنا كنائب بتصير علي شبهة فساد وشبهة وإشارة استفهام، يعني يا دين يا تين. طيب سعادتك، أحد زملائك النواب اتهمك أنه عندك 6 سيارات أو 7 سيارات، قصة التهريب والبحارة، والله شو ردك على هذا الموضوع؟ سيدي هذا فينا حقيقته، يعني في نائب زميل لي أعطى لنائب زميل لي المعلومة، إجا النائب اللي هو حازم المجالي حط على موقعه صفحة فيسبوك، قلت تعال يا حازم بدك تقول لي مين مصدرك، شو عرفك انه انا؟ قال لي اسمع، اني انغشيت، اني بعتذر منك، المكتب عاطف الطراونة هيو موجود حازم، رأسا اعتذر مني وشالها. قلت له هذا يا حازم هذا كلام عيب ما بصير. مين اللي نقلوا اياها؟ ما بعرف والله، هو حكالي انا ما بعرف. ما قال لك من لا لا ما قال لي ما قال لي الموضوع صحيح؟ لا مش صحيح. ما تشتغلوا بحاره بين ولا في منه الكلام؟ بعدين مين شو البحاره؟ شو البحاره هذول جماعه حدود العالم كلها متعودي هاي المناطق المجاوره يروحوا نجيب الموجود عندهم وناخذ الموجود عندنا لهم، ومش تهريب هذا بيروح. لما انا اجي عليك على مطار الملكه علياء او على مركز حدود وسيارتي واخذه على الجمرك، اختم جوازي قانوني وتفتشني قانوني، هل هذا صار تهريب؟ مش تهريب هذا. التهريب اللي بيكون متفق مع موظف في الدولة هذا التهريب. أما لما أروح أنا أجيب لي شوية خضار شوية فواكه شوية حلويات لداري، بدي أخذ مرتي وعيالي أروح أشم الهواء بسوريا، عند إحنا الرمثة ودرعة حوران داخلين بالعشائر مع سوا، وأرضنا داخلة مع سوا، يعني لهم أراضي عندنا، إحنا نزرع لهم إياها، وإن أراضي عندهم هم يزرعون إياها. احنا ما في مثل ما بيقولوا تهريب، لا هذا الكلام عاري عن الصحة. بحياة الرمثة ما كانت إلا منتمية إلى هذا الوطن وإلى قيادته، وهم اللي بيدفعوا الضريبة، أبناء الرمثة هم اللي بيدفعوا الضريبة، بس هناك في حسد. اتهموا بعض نواب الرمثة واتهموا بعض أهل الرمثة، الناس بيقولوا انهم بيتاجروا بالدخان، يعني استغلوا قصة الدخان وفي تهريب الدخان، يستفيدوا من قصص الدخان، هل هذا صحيح؟ لا، اللي بيهرب الدخان هاي سكروا مصنعه في المناطق الحرة اللي هي كانت تودي ورد يرجع، والآن ما في دخان ولا في غيره، بس وين راحوا؟ فتحوا محلات دول ثانية ما لنا فيهم احنا. احنا طيب. في عندنا رقابة وفي جمرك وفي دولة وفي أجهزة أمنية مثل طيب. فراس دائما انت عندك تصريحات جدلية ومرات تزعل الناس، يعني لما قلت أو في ناس يتهم النواب أنه أمام الكاميرات يقولوا شيء وخلف الكاميرات يقولوا شيء، في إحدى تصريحاتك في جلسة إحدى رجال النواب قلت إحنا لو تشلحوا المواطنين إحنا إيش؟ لو تشلحوا المواطنين وعيهم إحنا المهم. لا هذا الكلام عاري عن الصحة، الدخل. هل هذا صحيح؟ لا لا غير صحيح. أنا بحياتي ما أسأت لمواطن على مستوى المملكة، لا بل إلا أنا كنت بكون إلى جانب المواطن، بس في بتعرف في حسد، آية قل أعوذ برب الفلق نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا إلي حساد كثير، ولكن شو الحاسد مع الرازق؟ إن شاء الله كيدهم في نحورهم. منافسين لك يعني بالانتخابات؟ منافسين وغير منافسين، إن شاء الله كيدهم في نحورهم. أنا هذا ميدان، كل إنسان بحق له يترشح، والشعب هو اللي بقرر، مش أنا اللي بقرر، الشعب هو الذي يقرر. يعني المرة هاي كمان الشعب راح يقرر إنك تنزل أو ما تنزل المرة الجاية أبو فراس؟ يعني أنا طبعا أكيد أنا ما عندي عدم المؤاخذة، يعني هويات أجي أحط أو أجيب شعب من خارج أستورد أقول انتخبني، هو الشعب. وكل التحية والتقدير إلى
دائرة الانتخابية الرابعة اللي هي بني كنانة والرمثة واللواء، الرمثة واللواء اللي أعطوني من ثاني عشر، ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، سادس عشر، سابع عشر، ثامن عشر، ودورتين بلدية، تسع دورات. أنا تسع دورات لو ما بيثقوا بي من أول دورة بيقولوا لي روح الله يسهل عليك. طب وفي ناس بيقول لك لما حكيت عن صفقة القر في إحدى المناسبات الشعبية قلت والله بعض الناس الأردنيين والله بيفكروها الخروف أبو قرنين. في ناس وفي ناس مش عارفين شو صفقة القرن. صفقة القرن سياسية عالمية مثل مثل أي عملية سياسية، يعني مثل عملية السلام. هل هي لصالح الأردن؟ مثل عملية السلام لما أنا رحت عوادي عربة ووقعت في مجلس الثاني عشر، أنا ما وقعت لنفسي، أنا وقعت لبقاء وطن، لبقاء حدود تعترف فيه العالم. لو لم نكن نوقع عملية السلام آنذاك كانت دولة عربية تتآمر على عدم بقاء الأردن ولا قيادتها ولا شعبها. لذلك إحنا استبقنا، وجلالة الملك الراحل في الاجتماع عندما كان اجتماع مجلس الأعيان والنواب في الديوان الملكي العامر قال يا أخوان إحنا في دولة بتراهن وبتشارط على بقانا وعدم بقانا. لذلك أنا أب بدي أنصحكم كيف ما فسرتوها فسروها، معروض علينا عملية السلام، قلنا له يا سيدي اللي بتشوفه أنت إحنا مش شايفينه، إحنا من خلف قيادتنا رحنا عوادي عرب ووقعنا السلام وإجينا واعترف فينا العالم بحدودنا وبقاء أمننا. يعني سعادتك صفقة القرن، صفقة القرن أن تتوقع على مصلحة الأردن؟ صفقة القرن هاي قضية سياسية عالمية، مش قضية أردنية، مش قضية أردنية، هاي قضية دولية ما حدا بقدر يحكي فيها إلا العالم كله، مش أنا ولا أنت ولا الأردن ولا سوريا ولا العراق، هاي قضية دولية. لذلك قضية دولية بدها تنطرح على هيئة الأمم وتندرس، وإذا كانت لصالح الأردن لصالح الأردن إحنا شو بقول جلالة الملك معه، بقول مش لصالح الأردن، إحنا مش مع جلالة الملك. شو بيقرر؟ إحنا بدنا دولة فلسطينية معترف فيها. طيب. ودولة أردنية ذات سيادة لوحدها. هذا اللي سيدنا دائما وأبدا بيطالب فيه، دولة فلسطينية ومملكة أردنية هاشمية. طيب. لا نسمح فراس. التفاوض على حساب فراس. الأردن ولا حساب فلسطين. طيب سعادة أبو فراس، أحد المعلقين بيقول لماذا بما أنك عندك كل هالقدرة على التأمين الصحي لماذا لا تتبع لوزارة الصحة تشتغل معهم؟ مين؟ لا تتبرع لوزارة الصحة. لماذا أنت في هذه الأزمة لماذا لا تتبرع لوزارة الصحة؟ ما بصير عندما بدك تتبرع أنت ما بصير أجيب كرتون الطرد وأحط اسم. لا فلوس قصده فلوس. فلوس أو غير فلوس. شو بعرفه هذا اللي بحكي لك إنه أنا ما بتبرعش. ما بقدر الإيد اليسار لازم تدنيش على اليمين شو بتعطي أنت. أنا ما بدي أعمل دعاية انتخابية ولا أنا صاحب شو لحتى أجيب عدم مؤاخذة وروح أتصور صوروني وأجيب الطرد وأحط اسمي عليه وأقول هذا هالطرد من فلان لفلان. بدك تعطي بتعطي لله بالسر. حتى اللي بتبرعوا هذول اللي بتبرعوا يجب أن يكون تبرعاتهم ابتغاء وجه الله والوطن. ما بصير تحطه على الموقع إني بدي أتبرع. بعدين كل اللي بتبرعوا أي واحد بتبرع لنادي رياضي أو لأي مؤسسة جمعية خيرية حكومية كل هذا مش من دار أبوه ولا من ماله، هذا من مال الدولة بينزل من ضريبة الدخل. لا يحملنا جميل المتبرع. إذا بدك تتبرع بتيجي البنوك تجتمع قطاع البنوك بقول إحنا قطاع البنوك هاي 100 مليون للدولة. قطاع الأدوية اللي مصها الدم الشعوب العالمية، الأدوية هاي اللي بيبيع العلبة بدينار بتركيا بيبيعها ب16 دينار، كل الشعب الأردني قاعد يستعملها تبعت الضغط والسكري والكوليسترول وكل أنواع الأدوية. هذول اللي يجتمعوا مصانع الأدوية وقولوا هاي 250-300 مليون للدولة الأردنية. قطاع الطاقة يجوا هاي 300 مليون للكهرباء. قطاع فيليب موريس ساعتك أكثر قطاع أرهق الدولة قطاع الطاقة، يعني مطلوب هذولا يكون عندهم إيرادات رهيبة. طبعا طبعا شركات لازم شركات التوليد وشركات 100%. يعني أنا بطالب قطاع الطاقة هو الذي الآن يقوم بالمبادرة بيقول للخزينة تفضلوا هاي شك 250 مليون. شو جاي تقول لي مليون حق عرس بسويت عرس بالحب البحر الميت بعرس لابنك ولا لا نسيبك بتحط المليونين ليرة؟ يا هي تبرعات مش تبرعات، هاي حرام عليهم، خليهم يفزعوا للوطن. بعدين هم إذا قد ما يدفعوا تبرعات بيستفيدوا فيها. ليش؟ بعطوا قوة للدولة لمكافحة هذا العدو مشان يستقروا وتعيد علاقاتهم وتعيد أعمالهم وتعيد. يعني أنا هسه أقول لك الحكومة الأردنية الآن مش في الأمر أمر دفاع،
على رئيس الوزراء الآن، كل من يتقاضى فوق 3000 دينار من الضمان الاجتماعي يعود للخزينة. يعني في ناس بياخذوا تقاعد 15، في 20000، في 25000 دينار. الآن هذا كله على حساب الضعيف الفقير. أنا نايم بداره وهاجر حاله وعنده قاعد بجيب على شو اسمه هاي على المواقع طلبات التطبيقات هاي اللي بتجيبوها، بقول له ودي لي لترين ويسكي ولتر عرق، قاعد وحاميه وكل استثماراته عندي وجاي من فراش للدوله. هذا اللي خليه يتبرع للدوله، هذا اللي خليه يساهم ببناء هذا الوطن. بعدين انا بطالب الحكومه بتحويل كافه بنود الموازنه، بنود الموازنه اللي هي بدنا نعمل فيها مشاريع يعني غير لزوميه، ان تتبر ان تقوم الحكومه تحويلها الى قواتنا المسلحه والأجهزة الامنيه لتبقى صامده امام هذا العدو الغير مرئي. احنا في حرب عالميه سيدي. يعني سعادتك اليوم في ناس متبطحه في الدور من في ناس متبطحه في الدور من المقتدرين بس دورهم متفردين اليوم على الوطن. بتعرف لو في طيران، اقسم بالله هذول اللي بقول عنهم انا، لو في طيران غير يفلوا من مرض الكورونا من الاردن، بس ما في طيران، محشورين يعني. محصورين. لذلك الملاعب، ملاعب كرة القدم في العالم، ملاعب كرة القدم في العالم أصبحت مستشفيات. هناجر الصيانة للطائرات في المطارات أصبحت عناية مركزة. الفنادق أصبحت عناية مركزة. القطارات أصبحت عناية مركزة. يا عالم يا عالم يا عالم، اتقوا الله، عودوا إلى الله. المال لا يغنيكم، الذي يغنيكم هو الله. الله أعطاك، أعطي من مال الله. ما بدنا منك تعطينا احنا صدقة جارية، اعطي ضريبة الله اللي الله فرضها، هي الزكاة، هي ضريبة الدخل، هي ضريبة المبيعات، هي التبرعات. الوطن بده هب يا جماعة. الكويت، الكويت مؤسسات الدول، مؤسسات بالكويت الان، كبار التجار وصغار التجار هبوا كلهم الان وتبرعوا للكويت، والسعودية كذلك، وامريكا كذلك، والعالم كله بتبرع لبلده ووطنه. احنا اللي عنده 200 مليون 300 مليون نايم عليهم، والله اعلم شو بده يصير فيه بكره، بجوز الليله تيجي طب كورونا ما تلاقيوش لا هو ولا ماله. تبرع، ادفع صدقه جاريه، اعطي الفقير، اعطي الضعيف اللي قاعد مش ملاقي حليب لابنه، مش ملاقي حفاضات لبنته، في دور فيها معاقين اقسم بالله لو بدي اودي لك صورتهم وتشوفهم انت لحالك، لن يجد الطعام في بيته، لن يجد الطعام في بيته، عنده معاقين. بدي اودي لك صورتهم اخي الكريم، وانت حطن على الفيسبوك، شوف هذا الانسان اللي بتصل فيه يوميا. بتصل بواحد هذيك اليوم عنده تقريبا 300-400 مليون، بقول له شو رايك بكم طرد؟ قال قديش حقه؟ قلت والله فيه ب 25-30 دينار. قال لي لا، بقوله ب 15 لحد 1000 دينار بتبرع. قلت له عندك حدا محتاج؟ انا بدي اودي لك الان هسه 200 طرد اذا عندك حدا محتاج. طيب هذا نفوس، هذا هذا عنده 5 كيلو اراضي قواشين، ارض ارض، لو قيمت الارض الان هذول بقطع عن المليارين اراضي، أخذوها زمان استغلوها، ادولهم بألف و2000 والآن بربع مليون وبمليونين. وبنفس الوقت في ناس بتاجر بالدخان والمشروب في هذا الوقت يستغل الظروف. نعم، أنا ذيك اليوم قاعد مع واحد صدفة ودى على الموقع بده لترين ويسكي ولترين عرق، قال له بكرة الساعة 12 بجيب لك إياها. أنا قاعد بس سمع، قلت شو هاي، شو بدك أنت؟ قال بقول لك الكحول بالجسم تقتل الكورونا. يا رجل نتق الله، يا رجل نتق الله في أكلنا، في شربنا، في ممشانا، في حياتنا، في كل شيء الله أعطانا إياه. إذا ما الله أعطانا الصحة، الله أعطانا كل شيء. طيب سعادتك، الآن ورد خبر عاجل أنه وزير الزراعة زميلك السابق إبراهيم الشحاحدة يضع استقالته على مكتب رئيس الوزراء. هل لديك معلومات عن هاي القصة، التصريح له علاقة بالقصة اللغوصة اللي صارت؟ والله شوف، أنا ما سمعت، بس أنا ما شفت، ولكن سمعت في هذا الصباح وفي الأمس أن هناك تصاريح صدرت من بعض محافظات المملكة، لتصاريح لبعض الناس. أنا ما شفت ولكن سمعت، وأنا نفيت، لأنه أنا اتصلت في مدير زراعة الرمثة، قلت له بدي أنا في جماعة عندهم منشأتين، عندهم مصنع مياه وعندهم ثلاجة لمواد تخزين مواد غذائية، مستثمر سوري مع ابني. قال لي والله ما بنقدر إلا من الوزارة. حكيت مع الوزارة، الوزارة قال لي لا، مدير زراعة هو اللي بعطيك. ولحد الآن ما حصلناش لا على تصاريح ولا حصلنا شيء، ولا مستعد
أقول له مسؤول أعطيني تصريح. يعني ما عندك معلومة عن وزير الزراعة؟ لا لا ما عندي، بس أعتقد في كثير من الوزراء يعني ما قاموا بدورهم اللازم. يعني أنا بشكر معالي وزير الصحة معالي أمجد بيك العضايلة، يعني لو إحنا وزعنا المسؤولية كل وزارة قلنا له اطلع واحكي، ما بصير هذا. بدك إعلام واحد، مش إعلامين، الدولي لها إعلام واحد، الإعلام الواحد هو اللي بنجح. يعني لازم إحنا. طيب ساعتك يعني ضايل معنا وقت بسيط، دائما بتقول إنك عندك ملفات فساد. نعم. ودائما تحت القبة بتقول في عندي قضايا فساد. نعم. وطالبك رئيس المجلس والرزاز والرئيس الوزراء اللي قبله إنك تجيب هالملفات. نعم. هل فعلا عندك ملفات لقضايا فساد؟ نعم، كل شيء للدولة. كل شيء حكيت فيه في أوراق. يعني خذ مثلا الآونة الأخيرة، الأوامر التغييرية هاي 400 مليون وزارة الأشغال، أنا ما عندي. أنا بتعرف مين بعطيني الأوراق؟ اللي بعطيني إياها الوزير اللي بيطلع بالتعديل، هو اللي بعطيني إياها. أنا أعطاني إياها وزير طلع بالتعديل أو إجا بالتعديل، بقول لي تفضل يا أخ فواز إذا بتقدر تحكي، إذا إنك زلم يحكي بهذا الملف. أقول له هات تشوف، بجده ولا في أوراق ثبوتية 400 مليون. هذول 400 مليون انصرفن للمقاولين بدون قرار مجلس وزراء. صلاحيات الوزير فقط لا غير، فقط لا غير لغاية 200,000 دينار. أنا عندي ما بنفق 436 مليون أوامر تغييرية بدون قرار مجلس وزراء. الوزير اللي بيطلع بيعطيك معلومات عن الوزارة؟ هاي هاي الورقة شايفها، هاي أعطاني إياها وزير. هذا هي وزير من اللي طلع بالتعديل؟ من اللي طلعه، قال لي تفضل هاي رواتب واحد، هاي راتب قديش أخذ مصاري، وهي أعطاني إياها. شو هاي القضية؟ راتب واحد موظف في الدولة. قد ايه راتبه والله؟ مجموع ما هو حاصل عليهم 213,498 دينار أردني. وين بسنة؟ ها؟ سنة واحدة؟ هاي بسنة، هاي هاي هاي. بدل شو اسمه اقرا لك اياها؟ والله يا ريت. صندوق الادخار 3491 دينار ضرب 12 شهر ضرب 44 18,000. تعويض عن الفصل التعسفي 31,000. والشركة بالتصفية، يعني بالتصفية مش فصل. أعرف، أنا بعرف وين أينو، بعرف شو حكى. لذلك هاي أنا ما ببح، وأعطاني يا وزير، يعني ما بجيب شيء من دار أبوي. طب بالله الوزير اللي بيطلع، طب ليه ما يكشف هذا القصص هو على رأس عمله بفراس؟ ما هو كل واحد بيطلع، كل واحد بسقط بالانتخابات بزعل، وكل واحد بيطلع من الحكومة بزعل، لأنه الكرسي هذا قال لي يا عبد الرؤوف الروابدة دولة الرئيس أبو عصام اللي بنحترمه، قلت دولة الرئيس، صرنا نطلب هالمسؤولين بطلوا يردوا. قالوا يا فواز ولك انت ذكي، هذا الكرسي اطرم، اللي بقعد عليه ببطل يسمع، لذلك ببطلوا يسمعوا يا عمي، خلص صم بكم عم لا يفقهون، بطل يسمع، بس يطلع بصير يسمع. طب سعادتك مين النائب اللي اشترى، حكيت عنه اشترى 500 دنم موريتانيا؟ هذا زميلي، مش بس هو، ورئيس حكومة سابق، 1500 دنم موريتانيا، زميل حالي إلى خليه يعطيه موريتانيا. موريتانيا يعني فرجان القوشاني، أخذ الدنم $1,000 رسب سوار 50، الله رزقه. مين رئيس الوزراء السابق اللي اشترى؟ ها؟ اللي رئيس الوزراء السابق اللي اشترى؟ هو اللي حكى لي عنه خليل عطية، هو ياخذ، ما رضيش يقول لي عنه. ما يا سيدي شو المشكلة؟ هسا احنا الأردنيين مش إن استثمارات بتركيا؟ مش بروح بستثمر بتركيا؟ صحيح. هلا في أردنيين بيستثمروا بأمريكا، بريطانيا بيشتروا، ما في شيء ما في شيء يمنع. ما في شيء ما يمنع. أنا حر بدي أروح أشتري أرض هسا، ما بيمنع بأي دولة، ما لك عندي أنت. يعني لا. هو النائب، هو النائب صار لعين والدين، ممنوع يأكل يشرب يشتري، مش من لعين والدين. أنا لاني سألته لأنه أنت لا أنا وأنا سألت خليل عطية قبل ما أحكي اسمه، قال لي روح قول، ما عندي مشكلة. طيب ليش طلبت الطائرة خاصة للنواب؟ قد ما بنسافر بنوفر أقل تكاليف. يعني أوفروا لكم تشتروا طيارة؟ طبعا، ما شو $5 مليون. لما اليابان عندها طيارة خاصة بتأخذ بتنقل النواب بفوت، أحسن ما نضل نركب بيرسنس كلاس وفيرست كلاس. طيب سعادتك ليش تكره الفيسبوك أنت؟ ها؟ ليش تكره الفيسبوك؟ أنا ما بكرهه، أنا ما بعرف الهوش، أنا بحب الفيسبوك، وبتلاقي اللي جنبي بقوله فرجيني شو في أخبار اليوم. أنا ما بكره الفيسبوك، أنا بحب الفيسبوك بس ما بعرف له. بقول لي واحد يك اليوم 30 سنة نائب ومش عارف الفيسبوك، قلت له لو بعرف له كان ما صرتش نائب 30 سنة. طيب سعادتك يعني اليوم في ناس رجع يسألك
على شغلتين. الشغلة الأولى، أنت بدك تترشح للانتخابات الجاية، وشو تتوقع السيناريوهات اللي راح تصير بعد هالأزمة هاي؟ سيدي الآن الشعب صار مثقف سياسيا اجتماعيا، هذا مجلس 18 ثقف الشعب الأردني بكل مقومات الدولة، بكل شيء غير عن أول. قبل كانت تفزع عشائريا قبليا فئويا، هذا شيء غلط، هذا شيء غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوها إنها نتنة، أنت بتشتري من الدكانة اللي أنت ترتاح لها، بتركب السيارة أنت اللي بترتاح لها، بتشتري ألبسة من المحل اللي ترتاح له. والمواطن الآن صار ينتخب النائب اللي ممكن عند اللزوم، عند اللزوم يلاقيه. يعني هذيك اليوم مثلا في عندنا الله يرحمه رحمة الله عليها ست فاضلة تربوية من الرمثة، أبوها نعتز به، الأستاذ أبو زهدي درسني، نعتز به. اتصلوا فيه قالوا توفت بنتنا في الهند. على طول أنا قدمت استدعاء وخبرت معالي أيمن الصفدي وخبرت سفيرنا بالهند، ما قصروا الحقيقة، سفيرنا بالهند كل الشكر إله ما قصر، القنصل ما قصر، بعث كتاب للخارجية والخارجية بعثت لرئاسة الوزراء نطلب نقل جثمان المرحومة من الهند إلى الأردن. رئاسة الوزراء ردت بكتاب تاريخ 16 الشهر نرفض الإجابة لأنه الأجواء مغلقة. صحيح. الأجواء ما كانت مغلقة، الأجواء ما كانت مغلقة. ليش؟ لأنه كانوا بنات تمحة الله يرحمها برحمته يا رب، أنا حجزت لبناتها وحجزت لابنها وجبناهم قبل الحجر بيوم واجوا على الأردن، ظلت المرحومة هناك. جيت أنا بعلاقاتي بطريقتي عملت اتصالات، لقينا دي اتش ال، لقينا ارامكس، لقينا طيران وجبنا المرحومة ودفناها بالرمثة، واتصلت بالسفير وشكرته على جهوده، ولكن الحكومة ما استجابت لنقل الجثمان. وبجوز الله اعلم، الله اعلم، الله لو سيدنا عرف بهذا الموضوع لارسل طائرة خاصة، ولو دولة عمر رزاز عرف بهذا الموضوع لامر باحضار المرحومة. ولكن في من حولك دائما، اولادك دائما مش كلهم بعطوك الحقيقه. صحيح. مش كلهم بعطوك الحقيقه، في ناس بيخبي عليك، والحكومات في وزراء بيخبوا على رئيس الحكومه، لانه بجوز انا هاي الشغله مثلا تخدمني سياسيا انتخابيا. انا مش باحث لا عن اعلام ولا عن سياسيا ولا عن اجتماعي، انا باحث عن اجر عند الله مشان يحميني ويحمي اولادي ويحمي مستقبلي ويحمي كل الوطن ويحمي كل مواطن. والله يا ربي يجنبنا هذا الوباء. الآن الوباء هذا خطر الأسبوعين الجايات هذول، الآن في السماء، هو الآن هو في السماء، ممكن يكون على ظهر أسطح، ممكن يكون ينزل فجأة. علينا أن نلتزم بتعليمات الحكومة، تعليمات سيد البلاد. لو لم يكن هناك لمصلحة البلاد الوطن والمواطن لما الحكومة شددت على التصاريح وعلى خروجنا وعلى يوم الجمعة بكرة عدم. لو بتدري لو ما فيش الحكومة بكرة قرار منع التجول، بكرة نص الشعب الأردني بتلاقيه وين؟ بالربيع بشوي لحم، ولا واحد قاعد ببيته، بيطلع الساعة 10 بروح الساعة 6. الله يحفظ البلد. بس الحكومة الحمد لله اتخذت القرار المناسب في الموقف في المكان المناسب، وكلنا إن شاء الله سنكون لهذا الوطن فزعة في السراء وفي الذراء. وبعيد كلامي وبقول يا رب تحمينا وتحمي مواطننا، وبقول لكل عشيرة في الأردن أن تعمل صندوق للعشيرة نفسها، لأنه جاينا شهر رمضان، وشهر رمضان المبارك علينا خير إن شاء الله، أن نفزع للفقير والجار والمحتاج. وصدقة جارية هاي والله بتبعد الشر عنك، تبعد المرض عنك، تبعد كل شيء عنك. آمين يا رب. يا بني آدم. كل الشكر سعادتنا فواز الزعبي، كنت معنا في بث مباشر عبر صفحة عمون، كل الشكر لك، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. أنا بشكر وكالة عمون الإخبارية على إتاحة هذه الفرصة، إن شاء الله نتمنى لها التطور وتكون عندها قناة فضائية، قناة فضائية مشان تعطي مساحة للإعلام،
مش أكثر من هاي، بس توضيح الصورة. الناس بتحب تشوف صورة، صحيح. قناة فضائية تظل تقلب إن شاء الله. وهاي وكالة محترمة ونحترمها وصاحبها، ونعتز في شخص اسمه كمان سعادة سمير بيك الحياري من نسائبنا وحبايبنا، والله يعطيه كل قوة والمروة، وانتم إعلاميين ناجحين صادقين وسيماهم في وجوههم. تسلم، شكرا.